الله تعالى وبركاته. متشبه الاعزاء، كنتمنى تكونوا بخير ولا في خير وفي تمام الصحه والعافيه. وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم، كيف كتشوفوا الفيديو ديال اليوم ما فيه لا طبخه ولا حتى شي وصفه. الفيديو اللي جيت نشارك معكم هاد الهديه هذه جاتني من عند عمي، الله يخليه ليا والله يعطيه الخير يا ربي. المهم انا ما عرفتش اشنو فيها بالضبط. المهم انا قال لي بان فيها منتوجات عفوا ديال الورد، يعني من قلعه مكونه. غادي نفتحها معاكم وغادي نصور لكم وهانتوما معايا نشوف شنو فيها. داكشي كيبان زوين، نقول ديك الثانية هانتوما. هنا كاين الصابونات، صابونية ديال الورد على شكل وردة، هنا كاين الحنة ديال الشعر، يعني كيف كيقولو هنايا كتكتف الشعر وهادشي. هدا المكونات ديالها، الحنة والحلبة والورد الحرمل الزنجلاني والسمسم والشيح والثومة. هذا الصابو البلدي ديال العكر الفارسي، يكون غزيول. وهذا هذا الكريم، هذا قناع ماسك ديال الوجه، شوفوا ديالاش القناع الورد ديال بحال الطين، الحشو زويونه. وهنا تانيش كاين هنا نشوف صابو البلدي ديال الورد والشيح، شوفوا ريحتو زويونه. هنا كاين المعطر ديال الجو، معطر هذا هنا، كاين مرطب ديال الشفاه، تيبانش ليكم ممكن. نشوف معاكم البلاستيك الثانية، هذا كاين جيل دوش، جيل دوش ديال الورد غزيول. هذا كنت كنستعمل واحد الوقيته غزال. هنا كاين الزيت ديال الورد، راه تقريبا ثلاث لي ها هي.
وهنا كاين ماء الورد، هنا كيتستعمل هنايا ديال الوجه ضد التجاعيد وضد الحمى نسبة وتنقية العين. المهم هذا انا كنستعمله كبخاخ. يلا خديت واحد الوصفه ديال هذا البخاخ ديال الورد، المهم غادي نجربها ان شاء الله الرحمن الرحيم، والا لقيت عليها يعني لقيت عليها يعني شي نتيجه زويونه ان شاء الله غادي يعني نشاركها معكم ان شاء الله. المهم كتحتاج فيها هكا الماء الورد هذا بالضبط اللي يعني اللي كيدير في البخاخ. هذا كيترش في الوجه ملي كتغسل وجهك، يعني في الصباح تغسل المراه الوجه ديالها في الصباح ملي كتفيق كترشي شويه بالماء الورد حتى كيشرب وجهك، حتى ديري المرطب اولا بالليل ملي كتبغي تنعسي حتى كتغسلي وجهك يعني وترشيه بالماء الورد، عاد كدهني وجهك هكا بزيت الليمون اولا الزيت ديال الزيتون اولا زيت الاركان ديال التجميل اولا كدهني وجهك بشي بوماده اللي كديريها ليليه وكتنعسي. من بعد ان شاء الله غادي نشارك معكم هذا شنو هو هذا الشامبوان. شوفوا لي الشامبوان ديال الورد شحال غزيول ما شاء الله، كيفاش تيتحل هذا الشيء. اها المهم كنكتشف معكم ها هو معايا البنش ريحته زويونه نتوما شوفوا الشكل ديالو كيفاش داير غزيول. وهنا كاين الماء ماء الورد التقطيره الاولى من ماء الورد، هنا قريعات مربعين زيولين كاين ثلاثه ديال القريعات ها هما. المهم الكادو ديالي هو هذا، شكرا بزاف عمي الله يخلي لي تبارك الله عليه، تفكرني بهذا الكادو الغزيول هذا وحتى انا شاركته معكم، كنا الاعجاب ديالكم ويكون خف على قلوبكم ان شاء الله، وخليت لكم الراحه وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. شكرا على التتبع ديالكم في كل مره كنقولها لكم، شكرا على التتبع ديالكم. ان شاء الله هي الفيديو قادم.